تسبيلها. لكن مولود شيخ مشايخ الكبار اعتذر عليه رجل من اجلاف المدسمه في المسجد الحرام. الشيخ هذا مر بي بآية ستة ووضع المصحف على الأرض وصل شاعر هذا الحشو المدسم. يا كلب يقول كذا يقول يا كلب لا اعبد الله يا جاهل يا كذا كيف تضع المصحف على الأرض؟ قال أبطال ثم إني مرة كبير السن ما أستطيع أن أصلي وضرب راسه في رعاية الآية ستة وقلت قال خطا وكذا وسب الشيخ وهذا الشيخ هذا الرجل يبن باكر اول الصباح ويسعى كذا سرعان اشبه ما يكون من باب الكلام يقول الشيخ ان كان عملي وجد الشيخ جالس في الحرم فجاء وهو يبكي ويسعى كذا سرعان كمباح الكلام ويعتذر من الشيخ ويستغفر الله ويسال الشيخ بالمسامحه والصفح يقول انا رحت عنك وانا على هذا الحال ما شويت ولا قلت امبارح ما نمت فاسالك الصبر. فعفى الشيخ بعد وردت له هذا السويه اللي كان عليها واستغفر الله واتاب وتاب وشوي من مخلوق الله وتقول الارض هينه